يا سلام يا سلام، ربما تكون أول مباراة فيها قاضية وفنية. 13 نقطة، ومحمد صالح الأفضل والأقوى. محمد صالح يوجه لكمات قوية وعدم تكافؤ واضح لمحمد صالح مرموري من تونس. يا سلام يا محمد، لكمات قوية وأفضلية، ويا سلام ولكمات قوية، ويجبره على الهروب إلى الحلبة، إلى حمال الحلبة. 15، الله الله، أول مباراة فيها إسقاط، أول مباراة فيها إسقاط وفنية، وانتهت المباراة، انتهت المباراة، انتهت المباراة، وفوز لمحمد صالح مرموري التونسي، انتهت بضربة قاضية فنية في الجولة الثانية. يا سلام يا محمد صالح، يا سلام يا محمد صالح. والحمد لله، إذا تفوق محمد صالح المرموري، تحية لهذا المولاكم وبالتوفيق.